سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله ديكور 3 دي ثلاثي الابعاد. قبل ما ابدا ان شاء الله وتريد التنفيذ، ما تنسوش تعمل لايك لايك لايك، واللي اول مره يشوفني ما ينساش يدعمنا بلايك وشير للشيك في القناه، ويلا بينا نشوف طريقه التنفيذ خطوه خطوه. هنجيب في منتصف الحائط هنعمل 30 سنتي في النص كده، ونعمل على اليمين 20 سنتي وعلى الشمال 20 سنتي زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده هنبدأ نوصل من الزاوية ديت للزاوية ديت زي ما حضراتكم شايفين كده، وعلى اليمين نفس النظام هنبدأ نوصل من الزاوية ديت للزاوية ديت. زي ما حضراتكم شايفين ونبدأ نوصل برضك من الزاوية ديت للزاوية ديت لتحت، على اليمين نفس النظام والشمال نفس النظام، هنوصل من الزاوية ديت للزاوية ديت. بعد كده يا جماعة هنعمل مربعات، كل مربع 5 سنتي 5 سنتي زي ما حضراتكم شايفين كده 5 سنتي. أول 3 مربعات دول 5 سنتي، بعد كده هنزود 10 سنتي 15 سنتي، بعد كده 15 سنتي، بعد كده 20 سنتي، بعد كده 25 سنتي زي ما حضراتكم شايفين للآخر. بعد كده هنعمل 7 خانات زي ما حضراتكم شايفين، هنعمل بكل خانة 4 سنتي المسافة من مربعات النفوذيات 4 سنتي 4 سنتي، ونبدأ نوصل. أنا عامل لحد تحت 30 سنتي 7 خانات من تحت 30 سنتي ومن فوق 4 سنتي، ونبدأ نوصل زي ما حضراتكم شايفين كده. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة هنعمل بين المسافة ديت والمسافة ديت 4 سنتي، بعد كده هنعمل ايه 8 سنتي زي ما حضراتكم شايفين كده، وبين المسافة والمسافة ديت 2 سنتي، بعد كده 10 سنتي، بعد كده 3 سنتي، بعد كده 15 سنتي، بعد كده 4 سنتي. بين المسافة والمسافة كام؟ 2 3 4 4، بعد كده قلنا 15 سنتي، بعد كده 20 سنتي، بعد كده 25 سنتي. أصبح عندي كام بين المسافة الأولى والتانية؟ 2 2 3 4 4. المسافات بقى بالنسبة للنفق دوت عملنا 8 سنتي، بعد كده 10 سنتي، بعد كده 15 سنتي، بعد كده 20 سنتي، بعد كده 25 سنتي. اللي احنا هنعمله على اليمين هيتعمل نفس النظام على الشمال. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة ونبدأ نظلل. المسافة بين التظليل الأولانية دي 4 سنتي 4 سنتي تمام، بعد كده 10 سنتي، بعد كده 15 سنتي، بعد كده 20 سنتي. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة قلنا بين المسافة والمسافة دي كام؟ 2 سنتي 2 سنتي 3 سنتي 4 سنتي 4 سنتي. النفق اللي انا بعمله ده كام بقى؟ احنا قلنا كام؟ 8 10 15 20 25. اللي احنا عملناه على اليمين هيتعمل نفس النظام على الشمال. زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة ونبدأ نعمل الدوران بقى من فوق. خلصنا خلاص. بعد كده هنعمل ايه الخط دوت، هنوصل عادي كده من الزاوية دي للزاوية دي زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده هنعمل الدوران. لو مش عارف تعملها بإيدك ممكن تجيب من المخزن طبق أو غطا جردل تعمل بيها الدوران. تمام، ده التظليل بقى. المسافة بين ديت وديت 4 سنتي، بعد كده 4 سنتي، بعد كده 10 سنتي، بعد كده 15 سنتي، بعد كده 20 سنتي. المسافة اللي أنا بعملها ديت التظليل نقول تاني من أول 4 سنتي 4 سنتي، بعد كده 10 سنتي، بعد كده 15 سنتي، بعد كده 20 سنتي. بعد كده يا جماعة هنخش مرحلة الدهان. بالله عليكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد إن شاء الله.